السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب صف السادس ابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس القواعد. درسنا اليوم وموضوعنا هو المعرف بال. ما هو المعرف بال؟ من اسمه، هو اسم يحتوي للتعريف. هو اسم يحتوي للتعريف، راح نجي ناخذ التعريف ماله نعرفه وبعدين نعطي أمثلة، وبعد ما ننطي الأمثلة نحل سؤال من الأسئلة المحلولة أو نحل إعراب على السبورة، راح تتضح لكم الصورة أكيدا. المعرف بال هو اسم. ما هو؟ هو اسم حطيت تحت اسم خطين، معناها هذا يخص الأسماء فقط لا يخص الأفعال. هو اسم نكرة. هو اسم ماذا؟ اسم نكرة أدخلت عليه للتعريف، دخلنا على هذا الاسم للتعريف فأصبح معرفة. فأصبح معرفة إذا جردناها من للتعريف، بعد ما هو كان معرفة جردناه، يعني أزلنا عنا للتعريف أو أخذنا للتعريف شلناها، راح يرجع إلى أصله ويكون نكرة. راح نجي ناخذ مثال حتى نعرف شلون صار المعرف بأل. نجي على كلمة رجلٌ. رجل، رجل هذا شنو؟ اسم فعل. هسه هو اسم منون. نعم منون. هل هو من اسماء الاعلام؟ يعني اسم انسان، جماد، نبات؟ كلا. هل هو يحتوي على التعريف؟ كلا. اذا هذا هو اسم نكره، تمام؟ هذا اسم، هو اسم نكره، نحط هنا تحت هنا راح نكتب اسم نكره. كيف نجعله معرفة؟ كيف نجعله معرفة؟ هو اسم نكرة أدخلت عليه التعريف، إذن كيف نجعله معرفة؟ ندخل عليه التعريف، راح تصير الرجل. دخلنا شنو دخلنا عليه؟ دخلنا عليه التعريف، وبعدين أزلنا التنوين وضعنا بداله شنو؟ ضمة. إذا كيف يصبح معرفة؟ بأل التعريف. هنا نحط أل التعريف. التعريف. وضعنا أل التعريف، أصبح هنا الرجل. يجي على كلمة ثانية، معلمة، معلمة مثلا. كيف يصبح معرفة؟ فقط نضيف له التعريف، المعلمة ت. إذن بس إحنا هنا أخذنا وضعنا له التعريف، وضعنا التعريف فأصبح معرفة. نأخذ مثال ثالث، مثلا خلينا نقول صف. صفين. أريد أحول هذا الاسم النكرة إلى اسم معرفة، فقط نضع له التعريف الصفي، نزيل التنوين، نضع بداله الكسرة. إذن كيف أصبح هذا معرفة؟ بإضافة التعريف. وبهذا الشيء إحنا راح نكون قدرنا أنه نحول الاسم النكرة إلى اسم معرفة فقط بإضافة التعريف. فإذا هو كل اسم نكرة أدخلت عليه التعريف فأصبح معرفة. راح ناخذ أمثلة أخرى، راح ناخذ أمثلة أخرى، جملة كاملة نحولها من النكرة إلى المعرفة، أو تريدون من المعرفة إلى النكرة، وبعدين نحل مثال. راح ناخذ مثال عن جملة كاملة نحولها من نكرة إلى معرفة. راح نجي ناخذ نقول غردة. غرد بلبل على شجرة، نجي على أول كلمة غرد، ماذا تعرب؟ غرد فعل ماضي مبني على الفتح، بلبل هذا فعل، هذا ماذا؟ فاعل. نعم هو اسم فاعل، بس هنا الاسم اجى نكره
بلبل. ليش نكرة؟ لأنه اسم يحتوي على التنوين، لا يحتوي على التعريف، ليس اسم علم فهو اسم نكرة. على حرف جر، شجرة اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، إذا هذا الفعل وهذا الفاعل والفاعل دائما مرفوع. أي كلمة من هذه الكلمات هي نكرة؟ غردة قلنا فعل مناخذة، بلبل هي النكرة، هاي أول وحدة. على مناخذة لأن حرف جر، شجرة هاي ثاني وحدة، هذا ثاني اسم نكرة. إذا لما أريد أحول هذه النكرات إلى معارف ماذا نضيف لها؟ راح تصبح الجملة بهذا الشكل، غردة. غردة من نلعب بها؟ ليش؟ لأنه هي فعل وإحنا نريد فقط الأسماء. بلبل ماذا نعطي أو ماذا ندخل على كلمة بلبل لكي تصبح نكرة، لكي تصبح معرفة؟ إذا هي نكرة، ماذا ندخل عليها؟ للتعريف تصير غردة البلبل على مثل ما هي تنزل شجرة تصبح الشجرة. غردة البلبل على الشجرة. الآن أصبحت النكرات معارف، هنا ضفنا لها للتعريف وهنا ضفنا لها للتعريف. نجي على مثال ثاني، مثلا نقول شرحت شرحت معلمة. ثاني دا اشرح لكم، شرحت معلمة درسا. زين، شرح ما هو اعراب شرح؟ شرح فعل ماضي، ماضي مبني على الفتح، وهنا التاء ماذا؟ تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب. زين، شرح هذا فعل، هذا شنو؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، ودرسا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. زين، أين هي النكرات؟ شرح هذا فعل مناخذة، هذه نكرة، هاي أول نكرة، معلمة. زين، شلون عرفناها أنه هي نكرة؟ لا تحتوي على التعريف، ما دا يكتب، لا تحتوي على على التعريف، ومنونة وليست أسماء علم. درسا أيضا نكرة، اسم يحتوي على تنوين، ليس لا يحتوي على التعريف وليس اسم علم، اذا هذه نكره وهذه نكره. لما اريد احولها اني الى معرفه شلون راح تصير الجمله؟ تصير شرحت مثل ما هي تبقى، احنا ما لنا شغل بالافعال فقط بالاسماء. معلمه راح تصبح المعلمه، شرحت المعلمه الدرس، الدرس ما تصير الدرس، ما يجوز، قواعديا لغويا خاطئ الكلمه، بس هنا معلمه صارت المعلمه، درسا صارت الدرس، وهكذا اصبحت النكره معرفه بعد اضافه التعريف لها. طلابي الاعزاء، عندنا اعرف ما يأتي، احنا في كل درس راح نعطيكم اياه ان شاء الله نعرب جملة او جملتين حسب اهمية الدرس الى ان تتوضح لكم الصورة. عندنا هذه الجملة، فازت اللاعبة في السباق. فاز، نحط ايدنا على التاء، فاز ما هو؟ هل هو اسم، فعل، حرف؟ فاز هو فعل ماضي، اذا فازت هنا هيك نحطها، نكتب فاز فعل ماضي مبني على الفتح. هذا هل انتهى الاعراب مالتي هنا؟ لا، ما انتهى. كثير من الطلاب هذه المشكله الرئيسيه اللي احنا نعاني منها المعلمات، انه يعرب عن النص، يعني يعرب لي بس الفعل وينسى التاء. مرات تكون تاء متحركة يعني تاء الفاعل، مرات تكون تاء التأنيث الساكنة. شلون نعرفها تاء التأنيث الساكنة؟ لأن هي ساكنة يعني عليها سكون، فازت. وهنا بعدين شو نسوي؟ والتاء هيك نحطها جواها،
نقول تاء التأنيث الساكنة لا محل لها، يعني ما إلها مكان، لا محل لها من الإعراب، لأنه هذه تختلف عن تاء التاء الفاعل، التاء المتحركة، هذه تجي تاخذ مكان الفاعل، تقعد بمكانه هي تصير الفاعل، لكن هذه التاء التأنيث الساكنة تجي لا محل لها من الإعراب، تظل واقفة. زين، نجي على ثاني كلمة، فازت اللاعبة، عندنا اللاعبة ما إعراب اللاعبة؟ اللاعبة من التي فازت؟ من هو الفاعل؟ اللاعبة، إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نجي على حرف في، في شنو هو؟ من نو إلى، في عن على، كاف لام واو باء تنجمع بكلمة قلوب، تتذكروها؟ في قول في حرف جر، بس هيك حرف جر. السباقي، هل هو اسم أم فعل؟ هو اسم. السباقي، إذن السباقي هو شنو؟ اسم مجرور بحرف الجر، اللي هو من حرف الجر اللي هو فيه، وعلامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهرة على آخره. إذا نريد نشوف هنا أين هو، أو أين هو المعرف بال، أين هو المعرف بال؟ فازت اللاعبة في السباق. هسه رأسا تقولوا لي ست هنا اللاعبة وهنا السباق، راح نحط تحتها خط اللاعبة لأنه هذه تحتوي للتعريف، والسباق أيضا تحتوي للتعريف اللي هي معرفة بأن. زين، إذا نريد نرجعها لأصلها، يعني هذه الجملة فازت اللاعبة في السباق اللي هي جملة معرفة بأن، زين أنا إذا أريد أرجعها أقول لها، أقول لكم مثلا، أطلب من عندكم رجع أو ارجع الكلمات إلى أصلها، يعني حول المعارف إلى نكرات، شلون راح تصير الجملة يا ترى؟ زين، ايش راح تصير؟ شوف انتبهوا علي هنا، فازت تبقى مثل ما هي. ليش؟ لأنه هي فعل ما لها علاقة. فازت. زين. اللاعبة شلنا الال، ايش صارت؟ لاعبة حركتها شنو؟ ضمة. إذا هنا لما أحول أرجع المعرف بال، المعرفة أرجعها إلى نكرة، لازم شو أحط لها؟ تنوين، عفية، أحط لها تنوين. فازت لاعبة، من عرفية يا لاعبة؟ في، ترجع مثل ما هي تنزل، لأنه هذه حرف، إحنا ما لنا علاقة بالحروف. زين، السباق إيش راح يصير؟ شلنا الأل، صارت سي با سبا. الحركة شنو؟ راح أنونها في سباق، هيك تصير. هكذا تصبح الجملة بعد أن حولنا المعرفة إلى نكرة. صارت فازت لاعبة في سباق.